خطف الفنان تيم حسن الأمدار بفعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام العربي بدبي، وتواجد برفقة زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني اللي حرصت على حضور الجلسة النقاشية اللي بتجمع تيم حسن بعدد من صناع الدراما العربية البارزين، ومنهم المنتج صادق الصباح، غدا عبد الرازق، ودانيال رحمي، ومن تقديم الإعلامي مصطفى الأغا. وجاءت الجلسة النقاشية بعنوان الدراما العربية بين المحلية والعالمية. تحدث تيم عن العديد من السلبيات بصناعة الدراما العربية، وعلى رأسها ضعف مستوى الكتابة، وقال إنه كان قديماً يشتغل بصناعة مكتملة الجوانب من مؤلف ومنتج وفنانين، والكل بيقوم بدوره بالشكل الصحيح، ولكن حالياً بتعاني الدراما من ضعف بالكتابة والأفكار، وهو الأمر اللي بيأثر على مستوى الدراما المقدمة ومدى قدرتها على منافسة الأعمال العالمية. أيضاً عن عدم معرفة رغبات الجمهور بشكل دقيق وحقيقي، لكن كثير من الجهات بصناعة الدراما تتحدث باسم الجمهور ورغباته، وما بيعرف حقيقة اللي بده إياه الجمهور، وما بنعرف هل عم توصلنا معلومات وإحصائيات حقيقية حول هيدا الأمر أم لا. غدا عبد الرازق قالت إنه من أبرز سلبيات صناعة الدراما بالوقت الحالي هو اعتماد المسلسلات على النجوم ودورهم بالعمل، مشيرة إلى أنه قديماً كان المخرج هو اللي بيختار المسلسل والفنانين المشاركين فيه، ولكن حالياً النجم هو اللي بيبحث عن السيناريو وبيشارك بكتابته من أجل أنه يكون العمل مناسب لإله. بدورة ركزت دانيالا رحمي على دور المنصات الرقمية بصناعة الدراما العربية، وأنها بتخلق منافسة جديدة بصناعة الدراما، وبتشوف أنه لها دور إيجابي، وأضافت أنه مسلسلات المنصات نجحت بتقديم أنواع جديدة وقصص مختلفة بالدراما، وهو ما دفع القنوات الفضائية لمنافسة مسلسلات المنصات بهالاتجاه الجديد بالدراما.